أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. ترشح الفنان المغربي سعد لمجرد للفوز بجائزة موريكس دور عن أغنيته الأخيرة غلطانة، والتي وصلت إلى حدود اليوم لأكثر من 100 مليون مشاهدة على قناة يوتيوب، وذلك بعدما تقدم جمهور لمجرد بهذه البادرة رغم حبسه، بالإضافة إلى تقديم الترشح لجائزة أفضل أغنية عربية خلال سنة 2016. فإن فيديو كليب غلطانة هو الآخر تم ترشيحه للفوز بالجائزة المذكورة، والتي تعتبر من بين أهم وأبرز الجوائز على الصعيد العالمي. وطالب عشاق سعد لمجرد جميع المغاربة بالتصويت لصالح لمعلم ومنحه هذه الهدية وهو داخل زنزانته بسجن فلوري، لرفع معنوياته التي ستكون حتما منهارة بسبب ظلم القضاء الفرنسي. لمن يهمه الأمر ويريد التصويت لصالح سعد لمجرد، اضغطوا على الرابط أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى الموقع تختارون أفضل أغنية عربية أو أفضل فيديو كليب، تكتبون غلطانة، بعد ذلك تكتبون عنوان بريدكم الإلكتروني ثم تصويت. ملحوظة: يمكنكم التصويت عدة مرات إن كنتم تتوفرون على العديد من العناوين الإلكترونية. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.